بالنسبه لي انا زعما هضرت على تجربه شخصيه ديالي، ما عرفش لي زارتيست الاخرين الصراحه التفاصيل شنو كاين، ولكن التجربه الشخصيه ديالي لو شو ديال اليوم، هضرت على الشو ديالي ديال اليوم. فاحنا انفستيت فيه انا وفريق العمل، وكنا ضحينا باش يعني كل شيء ضحى باش يعطي واحد الصوره ديال بان الارتيست مغربي راه هذا الشيء اللي تيدوس او ال ام كل نهار تيحضروا له الناس، راه يقدر يديروا ارتيست مغربي. وان شاء الله كندعوكم تيو تفرجوا باش تعرفوا بان الفرق شاسع بين شنو كاين وشنو موجودين حنا. حنا ان شاء الله بهاد السنه هذه التوجه ديالنا نحو يعني العالم العربي والشرق الاوسط، يعني الميدل ايست، وحنا يعني في صدد بزاف ديال النيغوسياسيون مع بزاف الشركات الانتاج يعني عالميين اللي باغيين يريبريزونتيونا في الميدل ايست، اللي عجبهم الخدمه ديالنا. ويعني كنتمنى ان شاء الله ان كيف كنقول لك امينوكس يعني يهز هذا الجيل ديال الار ام بي بوب والهيب هوب اللي كاين في المغرب كامل نحو العالم العربي. يعني مابقاوش نشوفوا في دبي غير بي تي اس اللي كيبيرفورمي والكي بوب كذا، نشوفوا الدراري مغاربه كيبيرفورمي. في المغرب كاينه القاعده، في العالم العربي نقدر نقول لك بدات كتبنى القاعده الجماهيريه، ما غاديش نقول لك راه كلشي تعرفني تما، ولكن بدات كتبنى الحمد لله. كاين جمهور ديالنا الجاليه عاود في الاوروب، كاين كنمشيو الناس تيتلاقاو بينا تيبغيونا وتنبغيوهم. اللي غنقدر نقول لك هو احنا باقي خصنا نخدمو، باقي خصنا نزيدو بهذا الشيء اللي تنديرو، والطموح ديالنا راه ديما كبير. ونتمنى ان شاء الله ان الجمهور المغربي واحد النهار يفتخر بامينوكس ويقول راه بدا من المغرب ومن ترابط بلادو وصل ليه. وشاب حب ولكن ماشي فاشل، ناجح. ثانك يو.